خلال افتتاحه مجمع مصانع كوارتز بالسويس، الرئيس السيسي يوجه بإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي للحد من الاستيراد وزيادة فرص العمل. انطلاق ثاني جلسات المحور المجتمعي، ومنسق عام الحوار يعلن تخصيص جلسة لبحث مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب. شكري يؤكد حرص مصر على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والأمم المتحدة لحل حالة الأزمة. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير. وخلال افتتاحه مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، أضاف الرئيس السيسي أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة. أولا بقول إيه، احنا كنا بنتكلم مع دولة الرئيس وسيد وزير البترول على يعني الهيئة واذا كان لها معوقات بتقابلها او كده، وده امر احنا حريصين على ان ما يبقاش فيه معوقات قدام اي مؤسسة يعني. لكن هرجع هنا للموضوع دوت، لو انت عملت الثلاث او الاربع مراحل اللي انت بتتكلم عليهم دول وبتقول ان هم هيكلفوا 700 مليون دولار، ده للتصدير الكتله الغالبه او النسبه الغالبه منه، مش كده؟ في يعني كفايه يعني انتاج محلي والباقي هيصدر. ما هو ما انا الانتاج المحلي انا بجيبه دلوقتي من بره، بالظبط صح كده؟ فانا سواء صدرته او استخدمت جزء عندي فانا وفرت عمله كنت انا لو انا النهارده بستورد ثلاث اربع منتجات من اللي موجودين هنا، ده ليهم رقم، بالظبط مش كده؟ وانت لو انتجتهم في مصر هتوفر الرقم ده وعندك فرصة كمان انك انت تصدر بره. طب بقول كده ليه؟ لان احنا ممكن كتير يقول لنا النهاردة واحنا بنفتتح المشروع ده ما تدوا فرصة للقطاع الخاص يا دكتور مصطفى، يعني يتقال كده. فده محتاج اتصور محتاج ترويج ومحتاج لقاء مع اللي بيشتغلوا في المجالات التعدينية بصفة عامة عشان نقول لهم تعالوا ده في فرص كويسه جدا، الفرص دي هتوفر لمصر سواء كان عوايد مباشره بان احنا بنستورد الكميات دي بالعمله الحره او بان احنا نصدرها ويبقى لينا دخل. كما اكد الرئيس السيسي ان كافه المشروعات التي تفتتحها الدوله سيتم طرحها في البورصه المصريه لاتاحه فرصه استثمار جيده للمصريين، مشيرا الى ان الدوله تشجع المستثمرين على المشاركه في هذه المشروعات سواء بالعمل بمفردهم او العمل مع الحكومه. الحاجات اللي بنفتتحها متاحه للمستثمرين المصريين والاجانب ومتاحه لان هي تطرح في البورصه. طب ليه؟ عشان ندي فرصة لمواطنينا ان هم يجدوا فرصة للاستثمار في مجالات اخرى عائدها مضمون بنسب كبيرة جدا جدا، ويبقى في فرصة ان هم يستفيدوا باموالهم بشكل مختلف يعني. طب للمستثمرين، احنا معاكم بان انتم تيجوا تخشوا وتشتغلوا معانا في الموضوع دوت. طيب تشتغلوا معانا ولا تشتغلوا لوحدكم؟ اللي انتم عايزينه اللي هو يا دكتور مصطفى، عايزين لوحدكم قوي، هنسهل معاكم الامور. وانا بنتهزها فرصه في الافتتاح عشان اتكلم على الحكايه ديت، عايزين تبقوا موجودين معانا قوي من اول الشركه دي. وانا قلت قبل كده الرمال السوداء، قبل كده لما افتتحنا المجمع بتاعها او المصنع بتاعها، كل ما هو متاح كل ما هو بنعمله متاح لكم، تعالوا. واحنا بنتكلم كلام برضو تاني، هو مش للاستهلاك المحلي يعني، والمشاريع دي مشاريع استثمارية بتجيب عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أو للسوق للخارج،
وبالعملة الحر. فإحنا بندرس يا ياسر يعني بدون تكليف كده، أنا شلت الجيولوجي يعني، لا الأستاذ ياسر يعني، بندرس كويس أو إزاي نعظم من، وده الحكومة دكتور مصطفى قبل ما نقعد هنا قلنا إزاي نخلي الهيئة المصرية تبقى أكثر يعني فعالية وحركتها أكثر، عشان موضوع أنك أنت مقيد قوي بالبيروقراطية بتاعت أنت تبع أني يعني تبع مين؟ تبع المالية ولا تبع البترول ولا؟ فدرسوها دكتور مصطفى ونشوف بحيث أن احنا نتحرك فيها يعني. الـ 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 هنا يعني مش عايز أتدخل في الموضوع ده، لكن أنا إن كان الموضوع ده يعني أنتوا عارفين كويس قوي العوائد بتاعت الكلام ده قد إيه، يتعرض عليا عشان ممكن أو ناخد القرار ونطرحه ونقول للمستثمرين المصريين احنا مستعدين نخش نكمل المرحلتين ثلاثة او اللي فاضلين خلال السنة او اتنين اللي جايين كإجراءات، لكن يتعمل المصنع في قد إيه طبعا طبقا لل يعني للشق الفني للشركات اللي هي الأجنبية اللي بتشتغل معانا في الموضوع. ودعا الرئيس السيسي الحكومة الإيطالية إلى دراسة الإسراع بتنفيذ باقي المراحل من مشروع مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة إذا توافق ذلك مع ما جاء في دراسات جدوى المشروع. بقول تاني لرجال القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، من فضلكم ما تضيعوش وقت تاني وما نضيعش وقت تاني، وأي مشروع من اللي احنا بنتكلم فيه ده فرص نجاحه، مش بقول ان انا اللي بقول انها ناجحه، بقول البيانات اللي عندنا وحجم الاستيراد اللي احنا بنستورده هو دراسه الجدوى ليه. فلو كانت خاماتها موجوده في مصر يبقى يعني المشوار كله خلصان، مش هنجيب حاجه من بره. يعني الاستاذ شريف لما حكى قال ان جزء بيتعمل في أمريكا وجزء في دولة تانية وجزء بينتج في حتة تالتة، وإحنا عندنا الخام اللي ممكن يطلع من مصر وتتعمل كل المراحل في مكان واحد بكل ما تعنيه ذلك من تقليل التكلفة يعني. فبقول تاني للمستثمرين وغرف الصناعة اللي موجودة ووزير قطاع الأعمال ووزير التجارة والصناعة والحكومة ولينا كلنا، ما نضيعش وقت تاني أكتر من كده. وخلال افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، استجاب الرئيس السيسي إلى رغبة أدهم هشام أبو بكر من ذوي الهمم الذي طلب مصافحة الرئيس، والذي لبى على الفور أمنيته في لفتة إنسانية، وأدار الرئيس السيسي حوارا أبويا وديا معه. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت، وامبارح غير دلوقتي. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة في طريق مشيت.
هذا وقد توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية مع العاملين بمجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة. ضمت الصورة أيضا سفير إيطاليا بالقاهرة الذي تحدث معه الرئيس السيسي قبل أن يغادر مقر مجمع مصانع إنتاج الكوارتز. هذا وافتتح الرئيس السيسي مصنع التكسير الأولي لخام الكوارتز بمدينة مرسى علم، وذلك عبر الفيديو كونفرنس. وعقب الافتتاح حرص الرئيس السيسي على إجراء جولة تفقدية بمجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، حيث استمع لشرح حول مراحل الإنتاج. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور مدحت صالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور مدحت، بعد التحية، ماذا عن أهمية هذا المجمع اقتصاديا واستثماريا في ظل أننا نعلم جميعا أن هذه المصانع أو هذا المجمع يعد الأول من نوعه في العالم؟ التحية والاحترام لحضراتكم جميعا استاذنا الاستاذ محمد عبد الله ولطاقنا في هذه النشره والاهل بسيروا جميعا. يوم سعيد يضاف الى يوم الى ايام التنميه المصريه الحقيقيه. حقا حقا اتحدث كاكاديمي كمواطن مصري كانسان سعيد ببلده ومتطور. فعلا هذا المصنع او مجمع كوارتز هو ليس الأول في الشرق الأوسط أو في إفريقيا أو على المنطقة المسلمية أو العربية بل في العالم جمعاء. بداية من الخامة إلى وصولها إلى مراحلها النهائية. لا أنكر أن هنالك تعاون تقني فني من الجانب الإيطالي وما إلى ذلك، وهذا أمر يجب الإشادة به وإعطاءه حق لكل منه. لكن حينما أجد مصرنا الحبيبة تتجه إلى هذه الصناعات التعجيزية المعقدة كثيرا وشبه المعقدة والمكلفة كثيرا 700 مليون دولار حضرتك عشان نبتدي نعمل هذا المشروع تستردنا في ما بين 3 و4 سنوات على وجه التحديد. أوائده مضمونة بإذن الله تعالى، ولكن من منا كان يطمح أن يجد الكوارتر والرمال السوداء والرمال السيليكون؟ كلنا نذكر أننا في طريقنا الآن إلى وادي سلك الضخم الحقيقي. كنا نصدر الرمال بالأطنان ونفعل أننا أخذنا دولارات أو عملة صعبة مقابل هذا. الآن سنصنع القيمة المضافة أستاذتنا العزيزة ورفاقنا الجميع ومشاهدنا الكريم، القيمة المضافة ما يطلقون عليه باللغة الإنجليزية أدد فاليو هي الطاقة الحقيقية التي تحدث في مجال البترول حينما أحوله إلى مشتقاته وإلى بتروكيميكال وما إلى ذلك، قيمة حقيقية. في مجال الغاز حينما أصدره مسالا إلى هنا وهنا، حينما أكون مركزا تقني للغاز من الشرق ومن الغرب إلى أوروبا وإلى الغرب هذا أمر جد. الأدد فاليو القيمة المضافة، الإحلال محل الواردات هو ما يحدث الآن. أما كنا أستاذتنا الكريمة ورفاقنا الكرام نستورد هذه الكوارتز وما إلى ذلك ولمشاهدنا الكريم، الكوارتز يدخل في الصناعات الإلكترونية عصائبها الآن، الرقائق الإلكترونية، الساعات، كنا نسمع هذه ساعة كوارتز. نعم. الحاسب الآلي، تفضلي حضرتك. نعم. الألومنيوم. بالطبع دكتور مدحت، هو يدخل في العديد من الصناعات الثقيلة الهامة، ولكن ماذا عن العائد الاقتصادي؟ هل يعني سيكون هذا العائد على المدى الطويل أم أنه من الصناعات التي سوف تشهد طفرة اقتصادية سريعة وبالتالي سوف نشهد فرص عمل وسوف نشهد أيضا جلب للكثير من العملات الصعبة؟ لا، هو استثمار بعيد المدى على نعم. على مدى. ما زالت مصرنا الحبيبة في باطنها المعادن الكثيرة والكثيرة، الذهب
والكوارترز والرمال السوداء والفوسفات وكل ما الى ذلك. لا، استثمار طويل الاجل، طويل الاجل وبعيد المدى. ولكن اريد ان اشير الى انه من المبادئ الاقتصاديه الهامه هي الاحلال محل الواردات. ما هو ماذا تعني ايها الدكتور الكريم؟ هو اعلم جيدا ان الاحلال محل الواردات سيوفر هذه العمله المنتابه الى الخارج باطراد ونمو غير عادي، بل وبالعكس نصدر ما ننتجه. بكم نستورد السخانات والغسالات والكوارترز والرمال والسيليكون وزجاج السيارات وما الى ذلك. الان اصبحنا نحل محل الواردات، وقد يقول البعض انه مبدا اقتصادي قديم، ولكنه يتيح الان فرصه للنمو المستدام وتحقيق التنميه في ابعادها الاقتصاديه والبيئيه والاجتماعيه بالطبع، وهو الهدف الاسمى، التنميه المستدامه. اشكرك جزيل الشكر الدكتور مدحت الصالح، استاذ الاداره والتنميه المستدامه. قال رئيس مجلس إدارة شركة برايتون الإيطالية إن مصانع إنتاج الكوارتز في مصر هي الأولى من نوعها في العالم، وأضاف أن الحضارة المصرية كانت أول حضارة قادرة على إنتاج العجائب بهذا الحجر، مؤكدا أن المصانع تعد استمرارا للتاريخ غير العادي المستمر من آلاف السنين. خطوات دؤوبة وواثقة تخطوها الدولة المصرية نحو صناعات جديدة تحجز لها مكانا مميزا في هذا القطاع الضخم. ومع إعلان تدشين الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمجمع إنتاج ألواح الكوارتز بنطاق محافظة السويس، أصبحت مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك المقومات الكاملة لإنتاج الكوارتز من حيث المنجم والمصانع. صرح جديد من صروح المجد تشيده أيادي المصريين ليحجزوا به الصدارة والريادة في هذا المجال بين الأمم. مجمع مصانع الكوارتز شاهد على ذلك، فهو الأول من نوعه والوحيد ليس في الشرق الأوسط وليس في أفريقيا، وإنما في العالم أجمع، الذي يقوم على هذه الصناعة بالكامل في كل مراحلها، منذ بدء عملية التعدين في محاجر مرسى علم وحتى خروج المنتج في صورته النهائية هنا في العين السخنة. ربنا سبحانه وتعالى حب مصرنا الغالية بالكثير من الكنوز في باطن الأرض، ومن ضمن الكنوز دي خام الكوارتز اللي احنا النهاردة بنحتفل بافتتاح أول مجمع إنتاج الكوارتز في جمهورية مصر العربية والدول العربية والدول الأفريقية. مش بس كده، احنا بنعلن وبكل فخر كمصريين ان احنا الدولة الأولى والوحيدة على مستوى العالم اللي تملك مقومات الصناعة بالكامل، ابتداء من تواجد المنجم وتوفر الخام حتى الوصول إلى المنتج النهائي. ما فيش دولة في العالم عندها تكامل التوافر مقومات صناعة ألواح الكوارتز غير مصرنا الحبيبة بإذن الله. بسواعد مصرية 100% من أوائل خريجي الكليات الهندسية المصرية، والذين تلقوا أعلى التدريبات الميدانية في الخارج ليعودوا محملين بأرقى ما وصل إليه العلم والخبرة العالمية وبتكنولوجيا إيطالية أتقنتها الإرادة المصرية، بل وفاقتها من حيث التطبيق العملي على أرض الواقع، كانت نواة هذا المجمع. تم إنشاء هذا الصرح بناء على توجيهات السيد الرئيس بإضافة قيمة مضافة وتعظيم الاستفادة من خاماتنا اللي موجودة في بلدنا. كان من ضمن الخامات دي الخام الكوارتز اللي هو بيعتبر الذهب الأبيض، وبناء على هذا التوجيه تم دراسة الاستفادة منه وتم إنشاء هذا المجمع. المجمع ده بيتكون من خمس مصانع، الخمسة دول بعبارة عن مصنع التكسير الأولي، وده اللي موجود في مرسى علم جنب المنجم بتاع الكوارتز اللي هناك،
وبعد كده في عندنا في منطقة العين السخنة هنا في 4 مصانع تابعين للمجمع، بيدخل في يعني في بعض الصناعات الدقيقة اللي بتحتاج درجة حرارة وبتحتاج ضغط جامد، وبتبدأ بعد كده من الصناعات، من أهم الصناعات دي صناعة الرقائق المعدنية، بيخش في أجزاء من صناعة الساعات. الكوارتز موجود في كل الصناعات اللي بتحتاج خامة ذات صلابة عالية. عندنا أنقى مادة خام على مستوى العالم، احنا المصنع الوحيد على مستوى العالم عنده دائرة مقفولة من أول المنتج الخام لحد التكسير لحد السلابس، او ده الوحيد على مستوى العالم، لان بعض الدول طبعا اللي عندها جزء من عمليه التصنيع. درجه النقاء 99.8%. اهم مميزات المبنى عندي سيادتك ان هو مزود بسيستم متكامل للتخلص من الاتربه والدست الناتجين عن عمليه الخلط، ده حفاظا طبعا على سلامه العاملين وعلى البيئه. كمان المبنى بالكامل مزود بليزر بارير عشان حمايه العاملين، بحيث لو اي حد دخل جوه الحيز بتاع الماكينه وهي شغاله اوتوماتيك بتقف. بدأ الامر بفكره ثم نضجت وتبلورت حتى صارت واقعا نقف على ارضه ونراه راي العين، ومن هنا كان هذا الصرح الذي ولد كبيرا ليكون شاهدا من شواهد الاراده المصريه الماضيه قدما في بناء الجمهوريه الجديده. منحت شركة إيزر العالمية جائزة درع التميز في نظم المعلومات الجغرافية إلى الشركة المصرية للتعدين وإدارة المحاجر على الإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية. وخلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع إنتاج كوارتز بالعين السخنة، قال المدير التنفيذي لشركة إيزر بشمال شرق إفريقيا حازم حسن إن الشركة المصرية للتعدين قامت باستخدام أحدث التقنيات ونظم المعلومات لإنشاء الخطة الاستثمارية والارتقاء بقدراتها وإمكانيات الخبراء والعاملين بها نحو الأفضل. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية التي توليها الدولة لاستثمارات الأشقاء العرب، مشيرا إلى أهمية مشروع شركة القناة لإنتاج السكر بمنطقة غرب المنيا. وخلال لقائه رئيس مجموعة الغرير الاستثمارية الإماراتية، شدد مدبولي على حرص الدولة على إنجاح مشروع الشركة بمنطقة غرب المنيا والتطلع لمساهمته في سد فجوة استيراد السكر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري. وخلال اجتماعه بعدد من المطورين العقاريين لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، لفت مدبولي إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل. وتناول رئيس الوزراء جهود الدولة لدعم وتنمية القطاع العقاري في إطار تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي. أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ضرورة تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ استثمارات مباشرة بدلا من الاعتماد على القروض مرتفعة الأعباء. أشار عبد الله خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقي لعام 2023 إلى أن ذلك يأتي من خلال توفير البيئة الداعمة التي تضمن للمستثمرين أن يغطي العائد على رأس المال كافة المخاطر المحتملة. وشدد محافظ البنك المركزي على ضرورة تطوير البنية التحتية الحالية في إفريقيا لتصبح أكثر ملائمة لتحقيق النمو الأقدر والمستدام. كما يجب السعي لوضع الآليات المناسبة لتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات تغير المناخ. وتتواصل فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي
في مدينة شرم الشيخ. وللمزيد من التفاصيل أطلعنا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري بهذه الرسالة. تحياتي لكم ولكل متابعينا من داخل مركز المؤتمرات الدولي بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ، حيث استمرار لفعاليات وجلسات اليوم الرابع للاجتماع السنوي 58 لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتاسع والأربعين لمحافظي هذه البنوك الأعضاء سواء الإقليمية وغير الإقليمية. وأيضا هذه الجلسات التي تشهد حراك كبير وحضور لأكثر من 4000 مشارك يمثلون ما بين تنمويين وأكاديميين وأيضا كل من لهم علاقة بالاقتصاد سواء الاقتصاد الأخضر أو أيضا الحديث حول التغير المناخي والمصرفيين. وأيضا إذا تطرقنا إلى العنوان الكبير الذي يأتي تحته هذا الاجتماع السنوي، حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ ونمو الاقتصاد الأخضر، يسعدنا أن نلتقي بالسيد محمد العزازي المدير العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشمال إفريقيا. سيد محمد، برحب بك في مدينة شرم الشيخ وعلى شاشة التلفزيون المصري. وهذا الاجتماع السنوي المهم من مصر يطرح العديد من القضايا وأيضا يواجه الكثير من التحديات الإفريقية، يأتي في مقدماتها نتحدث عن عنوان عريض: دور القطاع الخاص في التنمية داخل إفريقيا وتحديداً في مجالين التغير المناخي ونحو اقتصاد أخضر. حدثنا عن هذا العنوان. نعم. وهذه القضية التي تأتي على رأس أولويات هذا الاجتماع. نعم، أصلاً الاجتماع السنوي عنوانه هو كيف ندخل القطاع الخاص أكثر في المشاريع في إفريقيا. وإحنا في البنك الإفريقي للتنمية هذه يعني من زمان كنا نشتغل على المشاكل الأساسية التي تواجهها الدول الإفريقية وخاصة التغير المناخي. كما تتعرفوا أن التغير المناخي يؤثر أكثر على دول شمال إفريقيا. وبما أنني مدير العام تاع البنك الإفريقي للتنمية في شمال إفريقيا، ربما نعطي بعض الأمثلة على المشاريع اللي نعمله هنا في شمال إفريقيا علشان نطور يعني الدور تاع القطاع الخاص في محاربة التصحر، في محاربة التغير المناخي. بالحديث عن مصر قبل أن أختم معك هذا اللقاء، كيف ترى بصفتك الرسمية مدير عام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشمال إفريقيا وحضورك لأكثر من اجتماعات سنوية كثيرة لهذا البنك، كيف ترى هذه النسخة من الاجتماعات؟ كيف تستضيفها مصر والتنظيم الخاص بالدولة المصرية من مدينة شرم الشيخ؟ وأيضا كان آخر تنظيم عام 1999 من لمصر، هذه المرة الثالثة، كيف ترى هذه الدورة وهذا الاجتماع السنوي؟ الاجتماع السنوي هذه المرة كمدير عام، يعني أنا اللي كنت مكلف بتنظيم بالتشاور مع الحكومة لتنظيم هذا التعاون مع الدولة المصرية. يعني كان تنظيم ممتاز. يعني ما بغيتش نقارن مع دول أخرى، ولكن هاي ليفل، مستوى كبير جدا، وشفنا لا في السيكوريتي لا في التنظيم لا في الأكل لا في حتى في النظافة. وإحنا في هذا المكان، يعني مكان اللي تعمل فيه هذا الاجتماع السنوي، مكان ممتاز اللي كانت فيه الكوب، يعني كل الناس اللي تكلمت معهم الأفارقة وكل شيء كانوا منبهرين جدا بالمكان اللي عملنا فيه هذا الاجتماع السنوي، وكذلك منبهرين بهذه المدينة الجميلة ديال شرم الشيخ. السيد محمد العزازي المدير العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بشمال إفريقيا، أنا بشكرك على التواجد معنا وأتمنى لك مشاركة موفقة في كل فعاليات هذا الاجتماع السنوي. شكرا جزيلا على الاستضافة، بارك الله فيكم. إن دعواتي للحوار الوطني تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات. والذي أتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً، يحتوي كافة الآراء ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه
كافة القضايا على جميع المستويات. قالت مقررة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني نبيين عبيد، قالت إن الدولة تبذل جهودها لحل المشكلة السكانية، مؤكدة ضرورة الإصلاح الهيكلي لملف السكان. جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة الأولى للجنة التي عقدت تحت عنوان الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، مشيرة إلى أن الجلسة تناقش الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمشكلة السكانية وسبب تذبذب الهرم السكاني وقضايا الطفولة. وفي سياق متصل بالحوار الوطني، أكد المشاركون بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني ضرورة وجود جهة منظمة لسياسات تطوير التعليم، مقترحين إنشاء هيئة عليا للتعليم والتدريب. أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن هناك توجيهات رئاسية بتسليم مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب للحوار الوطني لمناقشته في جلسات الحوار قبل إرساله لمجلس النواب. جاء ذلك في كلمة المنسق العام خلال الجلسة الأولى للجنة التعليم بالمحور المجتمعي للحوار الوطني التي عقدت تحت عنوان التعليم قبل الجامعية، حيث أوضح أن المشروع يتضمن كل أشكال ومراحل التعليم قبل الجامعي والفني والجامعي، لافتا إلى أن الحوار ليس مؤسسة تشريع ولكنه سيتم مناقشته لإبداء الرأي والملاحظات. وللمزيد ينضم إلينا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية، هل من مزيد عن أبرز ما هو مطروح اليوم على طاولة الحوار الوطني؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين.
المغتربين بالفعل اليوم المحور المجتمعي. هناك المزيد الذي تم طرحه بالفعل في القضيتين الأهم اليوم، هي القضية السكانية والتعليم ما قبل الجامعي. القضية السكانية نالت يعني حظ كبير في النقاشات المختلفة. من أهم الأطروحات التي طرحت بالفعل اليوم هو عرض لجعل المجلس القومي للسكان مستقل بحد ذاته أو تابع مباشرة لمجلس الوزراء أو لرئاسة الجمهورية. هذه كانت من الأطروحات التي طرحت من أجل يعني نشر التوعية وأيضا إيجاد الحلول فيما يتعلق بالأزمة السكانية. هذه نقطة متعلقة بالقضية السكانية. هناك أيضا طرح آخر تم طرحه فيما يتعلق بالقضية السكانية، وهي فكرة التعامل مع الزيادة السكانية وآليات التعامل إما بتنمية الوعي وجعل أو إنشاء مادة خاصة للزيادة السكانية للتعامل معها في المدارس ووضعها في المنهج الدراسي، وأيضا وضع التحديات ووضع اليد على النقاط الأساسية في مشكلة القضية السكانية، ومنها ليس فقط زيادة العدد ولكن أيضا التوزيع الجغرافي للسكان على مساحة جمهورية مصر العربية، حيث تم طرح أن يعني المتاح الآن السكان على مساحة من 7 إلى 8% فقط من مساحة مصر. كانت هذه أيضا نقطة. أما الجزء الخاص بالتعليم ما قبل الجامعي، كان هناك نقاش عن بناء الكوادر وآلية بناء الكوادر، هي الكوادر التعليمية والمدرسين وكيفية إعطاء المدرس حقوقه المختلفة، مما سيساعده بشكل عام للقضاء على فكرة الدروس الخصوصية على سبيل المثال وإعطاء الوقت الكافي للطلاب في المدارس، ولكن أيضا زيادة عدد الكوادر ليس فقط في محافظة الرئيسية مثل القاهرة والجيزة، ولكن أيضا زيادة أعداد الكوادر وإعطاء التسهيلات المختلفة لزيادة عدد الكوادر في المحافظات المختلفة على مستوى جمهورية مصر العربية. أيضا المميز اليوم هي مشاركة بعض الطلاب الجامعيين وما قبل الجامعيين في الندوات التي يعني أو عفوا في تم عقدها اليوم ليتم أخذ أفكار هؤلاء الشباب والاستعانة بهم في طرح الحلول المختلفة سواء كانت في القضية السكانية أو حتى في الجزء الخاص بالتعليم. الجزء الأخير أيضا اللي تمت مناقشته اليوم هي الجزء الخاص بالتعامل مع سن الجواز والزواج وتحديد التشريعات والقوانين المتعلقة بتحديد سن الزواج ليس فقط للفتيات ولكن أيضا للشباب. كان هذا طرح من الأطروحات، وأيضا العمل على زيادة التوعية والتثقيف بشكل عام واستغلال الاستغلال أمثل لقصور الثقافة على سبيل المثال في الفترة الصباحية لتكون فرصة لتنمية الوعي الثقافي وتنمية الوعي المجتمعي بشكل عام بأهمية أو التعامل مع الزيادة السكانية عن طريق يعني جلسات خاصة للأطفال وللشباب بشكل عام. كانت هذه بعض الطروحات التي ذكرت في الجلستين اليوم، قضية السكان وأيضا تعليم ما قبل الجميع. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا عبر الهواء مباشرة من مقر انعقاد الحوار الوطني. عقد صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول قضايا المحور الاقتصادي بالحوار الوطني. ناقشت الجلسة ملف الاستثمار المحلي والأجنبي وتناولت عدة محاور من أبرزها تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار. تركيز كل الحوار إزاي نوصل الطمأنينة للمستثمر سواء المحلي أو الأجنبي أنه يبدأ فعلا الإطمئنان إلى بدء العمل وإن السوق مؤهل لاستقبال كل المستثمرين بشكل فعال، فهذا أهم مدار. وعلى هذا الأساس إحنا هنبدأ خطة عمل وورش متكاملة لتفعيل هذه القرارات. إحنا عندنا مستثمر بيمر برحلات من أول ما كانت فكرة عنده أو بنعمل عملية جذب للمستثمر هنا لغاية ما يحصل عفوا تخارج أو يستمر معنا. كل مرحلة في مصر ليها وزارات معنية، ليها هيئات معنية، اعتبريها عبارة عن سلسلة من الحلقات، ودايما بتقاس قوة السلسلة بأضعف حلقاتها. إحنا عندنا حلقات ضعيفة، ولما نقول عندنا حلقات ضعيفة ده ما يزعلش حد، طبيعي جدا إذا كنا إحنا مستهدفين نحسن نقول كم وكيف الاستثمار في مصر في الفترة القادمة. إحنا حققنا 8.9 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة، دي أرقام كويسة.
احسن حاجه اتكلمنا فيها كانت ان احنا حاطين توصياتنا وحاطين معاها كمان آلية التنفيذ. يعني لو المقترحات بتاعتنا كلها بصيتي عليها مكتوبه حتى آلية التنفيذ ومين اللي يقدر ينفذها. فدي كانت حاجه valid جدا، ان انا مش بس بسلط الضوء على مشكله، لا انا حاطه الحل بتاعها وبقول انا عندي ايه في الحل. بالنسبه للتوصيات، كانت اول توصيه اتكلمنا فيها او اول حاجه كنا بدء تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس الاعلى للاستثمار اللي انعقد مؤخرا برئاسه السيد رئيس الجمهوريه. لو احنا قدرنا ننفذ القرارات دي فعلا، دي هتنقل الاستثمار في مصر في نقله نوعيه كبيره جدا. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والأمم المتحدة. وخلال لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيترسون في جنيف، أشار وزير الخارجية إلى ضرورة حلحلة الأزمة ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق. استقبل نائب وزير الخارجية لشؤون الإفريقية السفير حمدي سندلوزا النائب أندرو ميتشيل وزير التنمية الدولية وإفريقيا في بريطانيا. تناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والإعداد البريطاني للقمة الثانية للاستثمار بين المملكة المتحدة وإفريقيا المقررة عام 2024. كما تم تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وانعكاسات الأزمة الأوكرانية على الدول الإفريقية. يتواصل توافد المصريين وبعض مواطني الجنسيات الأخرى من الأراضي السودانية إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين، حيث تتوافد الحافلات التي تقل الوافدين وسط استمرار التسهيلات والتعزيزات التي تقدمها السلطات، خاصة الخدمات الصحية والتي تقدم من خلال العيادات المتنقلة التي دفعت بها وزارة الصحة لتقديم الدعم الصحي والطبي للمصريين وذوي الجنسيات الأخرى. تواصلت أعمال القوافل الغذائية في المناطق التي يتواجد بها الأشقاء السودانيون في أسوان. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق، سواء بالمعابر البرية أو في أرقين وقسطل أو بالموقف البري الدولي بكركر. وطبعا القوافل اللي احنا بنبعتها ديت بتوجيهات من المحافظه فيها كافه السلع مدعمه للاخوه الاشقاء في السودان المتواجدين. اهلا وسهلا بيهم، طبعا منورينا. اخواننا المصريين ما قصروا، جابوا مواد تموينيه هنا باقل سعر لاخواننا السودانيين، فكل الناس ممكن تجي صداقه جديده مولى الثاني عشان تشوف الحاجات دي باقل سعر. وشكرا لسيد المحافظ محافظة أسوان، وشكرا الشعب المصري حكومة وشعبا. إن شاء الله ربنا إن شاء الله يعم السلام على أهالي على بلادنا الثانية السودان، وإن شاء الله العربية عربية المواد الغذائية بتدي لأهالي المصريين والسودانيين بنفس الأسعار، وهي أقل من أسعار السوق بكثير جدا. ونشكر القيادة السياسية على رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلنت القوات السودانية في بيان لها أن قوات الدعم السريع واصلت انتهاك الهدنة المعلنة بالهجوم على مدينتي الجنينة وزلنجي، كما وصلت محاولتها احتلال المستشفيات وحصار مدينة الأبيض. هذا وقد فشلت إعلانات وقف إطلاق النار السابقة في وقف القتال، فيما اتهم الجيش وقوات الدعم السريع بعضهما البعض بخرق الاتفاق خلال تصريحات في ساعة متأخرة أمس.
أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس أكد أنه رغم صعوبة الوضع في الخرطوم فإن الأمم المتحدة مصممة على مساعدة السودانيين على تجاوز هذه المحنة العصيبة وتحقيق السلام وإعادة مسار الانتقال. وأكد بيرتس أن الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها على الصعيدين السياسي والإنساني لتجاوز الآثار الرهيبة التي خلفتها هذه الحرب وتقديم المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة ملايين السودانيين داخل وخارج البلاد. وأكد أن الاتفاق الإطاري سيظل مرجعا للنقاش ولا يمكن القول أنه انتهى، والأهم من ذلك مشاركة وجوه جديدة كانت غير منخرطة في العملية السابقة. That has not been honored. We have seen fighting also yesterday. وللمزيد حول تواصل توافد المصريين وأيضا السودانيين ورعايا الدول من معبري أرقين وقسطل الحدوديين معنا مراسلنا هناك الزميل محمود جميل. محمود، ماذا لديك الآن وماذا عن الجديد في الأوضاع وماذا أيضا عن سير إجراءات التوافد؟ نعم، بعد التحية ثلاث نقاط جديدة نشير إليهم ونؤكد عليهم. النقطة الأولى كما ذكرتم استمرار القوافل الغذائية التي أمدتها محافظة أسوان في المناطق التي يكثر بها تواجد السودانيين خاصة في مركزي إدفو ودراو وأيضا الموقف الدولي في كركر، وهذا يشير أيضا إلى استمرار يعني توافد السودانيين عبر معبري قسطل وأرقين. وأيضا أيا كانت هذه الأعداد فالحكومة المصرية مستعدة وتقدم كل الخدمات وتستعد أيضا استقبال مزيد من السودانيين وتقدم لهم كل الخدمات. وهذا يشير إلى النقطة الثانية الهامة، وهو أن الخدمات المقدمة على مدار رحلة السودانيين بدءا من السودان ومن وادي حلفة تحديدا في القنصلية المصرية وصولا إلى مدينة أسوان أو أي محافظة أخرى، فبدءا من دخول معبر قسطل في الناحية السودانية هناك المنطقة المحايدة إذا كانت هناك أي حالات صحية تستدعي إلى التدخل بيتم التنسيق مع الجهات المصرية بدخول بعض الأطباء لمعالجة هذه الحالات وتقديم كل الخدمات. ثم بعد الوصول إلى الناحية المصرية في معبر قسطل يتم تقديم الخدمات عبارة عن تسهيل الإجراءات وأيضا توفير كراسي متحركة لكبار السن وتسهيل الإجراءات لذوي الهمم، بالإضافة إلى الخدمات الموجودة من المنظمات الدولية المختلفة وأيضا المنظمات المحلية. وهنا نقطة هامة أن المنظمات دائما يعني تقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللسلطات المصرية على تسهيل المهام في عمل هذه المنظمات لتقدم الكثير من الخدمات للوافدين السودانيين. نتحدث عن أن جمعية الهلال الأحمر قدمت أكثر من 380 ألف وجبة وحقائب شخصية وما يقرب أيضا من 4785 حالة دعم نفسي وأكثر من 11 ألف خدمة طبية. هذا بالإضافة إلى أنهم عندما يصلون إلى مرسى حجر الشمس في معبر قسطل هناك أيضا العبارات والعبارة الجديدة من محافظة أسوان بحمولة 70 طن والتي تستقبل أكثر من 10 أتوبيسات وأكثر من 100 شخص. يتم تحرك هذه العبارة من مرسى حجر الشمس وصولا إلى مرسى وميناء أبو سمبل النهري، وهذه العبارة تعمل على مدار اليوم بعد مد أعمال الإنارة المختلفة لتستقبل كل أعداد الوافدين حتى وقت متأخر من الليل. وبمجرد أن تصل أو يصل السودانيون هنا في ميناء أبو سمبل النهري كل الخدمات متاحة من السيارات الإسعاف المتنقلة التي تستقبل كل الحالات التي تستدعي إما الذهاب إلى مستشفى أبو سمبل الدولي أو حتى الذهاب إلى مستشفى أسوان الدولي لتلقي كل الخدمات الطبية والصحية اللازمة. وأيضا المبادرات المجتمعية واستقبال أهالي أسوان ومدينة أبو سمبل لكل الوافدين. النقطة الثالثة هو استمرار توافد السودانيين، وكل يوم يكون هناك تزايد في استقبال الأعداد المختلفة عبر معبري قسطل وأرقين خاصة مع يعني توافر ووجود كل الإمكانيات التي تسهل عملية انتقالهم. فهنا نتحدث على أن مدينة أبو سمبل تحولت إلى يعني ملحمة وطنية وصورة عظيمة تظهر تضامن الأشقاء بجانب بعضهم البعض، سواء المصريين الذين يقدمون المبادرات المجتمعية وتوفير السكن واستقبال السودانيين أو حتى السودانيين الذين يعني بمجرد أن يصلوا إلى هنا في مدينة أبو سمبل
سمبل وصلوا إلى بر الأمان وإلى أرض السلام مصر، ويقدمون أيضا الشكر للسلطات المصرية بالوقوف بجانبهم في هذه المحنة وتقديم كل الدعم والمساعدات لهم. هذه المساعدات ستستمر أيضا في محافظة أسوان. نتحدث عن أن في موقف كركر هناك المطبخ الدائم بالإضافة إلى العيادات الثابتة لتقديم كل الحالات الصحية اللازمة. أشكرك. هذه هي الصورة من ميناء أبو سمبل النهري، عودة إليكم مرة أخرى. نعم أشكرك جزيل الشكر مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود جميل. أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ تجاه قرار السلطات الإسرائيلية السماح للإسرائيليين بإقامة وجود دائم وتوسيع البؤر الاستيطانية في منطقة حومش بالضفة الغربية المحتلة. وحث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار وقراراتها لتنفيذ خطط لإقامة أكثر من 600 وحدة سكنية في المستوطنات القائمة والجديدة بالضفة الغربية. من جانبها دعت الصين إسرائيل إلى وقف التعدي على الأراضي والموارد الفلسطينية. وشدد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة شدد على إسرائيل على ضرورة توقف التوسع غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي المحتلة. أكد الملك عبد الله الثاني على مواصلة الأردنيين بهمتهم وعزمهم الإنجاز والتحديث، وهنأ الملك الأردنيين في تغريدة على تويتر بمناسبة عيد استقلال المملكة 77 وذكرى مئوية تأسيس الجيش العربي، وقال في التغريدة إنهم سيواصلون الإنجاز والتحديث بهمة الأردنيين وعزمهم، مباركا عيد استقلال الوطن 77 وذكرى مئوية تأسيس الجيش الأردني. وبهذا نصل إليكم إلى ختام هذه النشرة، ولا تبقى الناس والتذكرة بأبرز العناوين. خلال افتتاحه مجمع مصانع الكوارتز بالسويس، الرئيس السيسي يوجه بإزالة كافة المعوقات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي للحد من الاستيراد وزيادة فرص العمل. انطلاق ثاني جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، ومنسق عام الحوار يعلن تخصيص جلسة لبحث مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب. شكري يؤكد حرص مصر على التنسيق بين اللجنة الوزارية العربية حول سوريا والأمم المتحدة لحلحلة الأزمة. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، إلى اللقاء.